تحية لفريق كل الهيئات والزملاء الصحفيين باسم جريدة زيفون قطر. دوني للرأي العام أننا نتضامن كل تضامن ولا مشروط مع الزميل ديالنا السي محمد بطعم. السي محمد بطعم هو إنسان معروف بقلمه الحر، مدرسة تسديدية بامتياز خلال مجموعة من الكتابات ديالو، مجموعة من المواقف ديالو، مجموعة من المساطر التي تطرق إليها في إطار مداخلة قيمة ومداخلة حرة للقلم الصحفي النزيه. محمد بطعم نحن معك ونحن ضد جميع القرارات التي تمس الرأي، تمس القلم الحر وتمس كذلك جميع الزملاء الصحفيين الذين يشتغلون بكل مهنية. محمد بطعم كمهني كصحفي كمدرسة قائمة بذاتها نتضامن كل تضامن. نحن في جريدة زيفون قطر ونؤيد جميع المداخلات التي سيرفعها جميع الهيئات ضد هذا القرار الذي تم اعتقاله، ونطالب بإطلاق سراحه، ونطالب بكل رفع من كل يعني هذه العمليات التعسفية التي تكون ضد الأقلام الحرة من جميع الملفات التي ملفقة والغير ملفقة لجميع الزملاء المتابعين في مجموعة من القضايا. اليوم نحن نؤكد أننا نتضامن كل التضامن مع الزميل ديالنا محمد بطعم. تحية نظرية.